يلا حبايبي، النهارده بقى هعلمكم الطريقه ازاي نكتب عن باراجراف عن موضوع الموضوع من غير ما يكون قدامنا اي بيكتشر او اي صوره. الباراجراف او الموضوع ما بيكونش قدامنا اي بيكتشر او اي صوره. هنقسم الباراجراف يا حبايبي لنصين. النص الأول هنسميه باراجراف بيكون فيه موضوع عن ثواني اعمل بعد موضوع عن حاجة اسمها رحلة، يعني باراجراف عن رحلة أو عن يوم، يوم قضيناه، يوم مدرسي، وده هنسميه الباراجراف اللي بيعبر عن الأحداث المتسلسلة. يعني في أحداث بتحصل، حاجة ثم حاجة ثم حاجة بتحصل، ده نوع من الباراجراف. والباراجراف النوع الثاني اللي هنتكلم عنه هو الباراجراف اللي بيتكلم عن حاجة اسمها facts أو الحاجات الحقيقية عن شيء معين موجود في حياتنا، زي مثلا الباراجراف عن الأهرامات، عن المدرسة، الأهرامات كنفسها، أهرامات عن المدرسة كمدرسة، نفس مدرسة نفسها، عن العائلة بتاعتنا. ده بيكون ليه طريقة وده اللي بيكون ليه طريقة. يبقى الباراجراف عندنا ليه طريقتين، يا إما نتكلم عن رحلة أو يوم مدرسي أو أحداث، وده بنسميه باراجراف اللي فيه أحداث متسلسلة sequences، يعني فيه أحداث اللي بنعمله، اللي بعد كده عملنا إيه والساعة كام عملنا إيه وبعد كده رحنا فين، ده ليه طريقة. واللي فيه باراجراف بيتكلم عن حاجات حقيقية عن الفاكتس، مثلا نتكلم عن الباندا، نتكلم عن الباندا نفسها أو الباندا، حيوان الباندا، أو نتكلم مثلا عن ثعلب الفينك، فينك فوكس، أيا كان اللي بنتكلم عنه، يعني بنقول حقائق في الموضوع. يبقى ده ليه طريقة وده ليه طريقة. طيب تعالوا دلوقتي نتعلم أول طريقة إزاي نتكلم أو نكتب عن باراجراف بيكون فيه أحداث متسلسلة. الباراجراف يا حبايبي لازم يتكتب بالطريقة دي. أول حاجة بيكون عندك حاجة اسمها تايتل، عنوان، يعني لازم في الباراجراف يكون في تايتل، والتايتل معناه العنوان. يعني مثلا أنا بتكلم دلوقتي عن موضوع إن أنا رحت رحلة إلى ألكسندريا، يبقى هكتب أقول ممكن نبدأ بألكسندريا، يعني نكتب ألكسندريا بالشكل ده أو أليكس، أو نكتب مثلا ماي فيزيت تو أليكس، زيارتي إلى أليكس. يبقى أنا هنا عملت إيه؟ أنا هنا عملت حاجة اسمها تايتل. يعني إيه تايتل؟ العنوان، وبيكون صغير ومتكون من كلمة واحدة بيعبر عن إحنا هنتكلم عن إيه. طيب بعد ما نعمل تايتل، في الباراجراف اللي علمته لكم او في الجمل اللي علمتها لكم على الصوره ما كنتش قايله لكم نكتب جمله جنب جمله جنب جنب جمله، لا كنت بقول لكم جمل تحت بعض خالص. في الباراجراف بقى اللي بيكون عن موضوع لازم يكون شكل الباراجراف بالشكل ده. انتوا بتكتبوا في نوت بوك، في كراسه بتكون فيها لاينز زي دي، بيكون عندكم لاينز كده. في الباراجراف لازم يكون اول لاين تكتبوا فيها، أول لاين يعني أول سطر بنكتب فيه بنسيب مسافة قد يعني كلمة، يعني بنسيب مسافة قد كلمة، كلمة كده أهو ما بكتبش فيها حاجة، بتكون إكس فاضية، بلانك كده، مكان فاضي مش بنكتب فيه أي حاجة. طيب خلصنا وسيبنا المسافة، المفروض بعد ما كتبنا التايتل العنوان لازم يكون في حاجة اسمها introduction. يعني إيه introduction؟ معناها مقدمة. يبقى لازم أعمل introduction بعد المكان الفاضي ده، أعمل حاجة اسمها مقدمة أو جملة المقدمة. طيب مين جملة المقدمة اللي تنفع مع الباراجراف اللي فيه أحداث، مع الباراجراف اللي فيه الأحداث بتاعتنا؟ إن أنا أقول I will، اللي هي I will talk، I will talk about، أنا سوف أتكلم عن my visit، زيارتي، العنوان بتاعنا بقى I will talk about my visit to. بصوا كده خلي بالنا الجملة بتاعتي لسه ما خلصتش، بس السطر بتاعي اللاين بتاعي خلص، فلازم أنزل للسطر اللي تحت أو اللاين اللي تحت. I will talk about my visit to Alexandria.
أو أليكس. كده خلصت الجملة بتاعتي، أحط مين؟ أحط فول ستوب، وده اسمها introduction، مقدمة. طيب مش حابة المقدمة دي يا ميس، لا حاساها غلسة شوية، هقول مثلا I will tell you، أنا هخبركم عن my story، قصتي in Alexandria، هقول لكم أنا عملت إيه في Alexandria. ال introduction أو المقدمة ممكن أي حاجة، بس إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا أهيأ له، أهيأ للي بيقرأ إن هو هيقرأ إيه؟ هيقرأ إيه؟ هيقرا عن، هل هتكلم عن حاجات في اسكندريه، ولا هتكلم عن زيارتي في اسكندريه، ولا هتكلم عن فينيك فوكس، هتكلم عن ايه؟ يبقى اول حاجه لازم نعملها بعد العنوان ان احنا نكتب المقدمه، وطبعا لازم نكتب المقدمه نسيب مسافه كده صغنونه تبقى بلانك فاضيه عشان نكتب فيها، نسيبها فاضيه. بعد ما خلصنا السطر بتاعنا لسه الجمله بتاعتي ما خلصتش، نزلت في السطر اللي بعده، نزلت في السطر اللي بعده حطيت فول ستوب. طيب ايه السنتنس بقى اللي بتكون بعد كده؟ بتكون بقى بالطريقه اللي انا هقول لكم عليها. اول حاجه ان احنا نسال نفسنا الاسئله دي، يعني انا طالما هتكلم عن باراجراف فيه احداث يبقى انا اسال نفسي الاسئله اللي هكتبها هنا، والاسئله دي هي اللي هتتكتب في الباراجراف بتاعنا. طيب زي ايه الاسئله؟ اول حاجه أين ذهبت؟ يعني إحنا بنحكي عن زيارة، رحلة لإسكندرية، رحلة للزو، يوم دراسي، هقول أين ذهبت؟ رحت فين؟ طيب هتكلم عن متى؟ متى ذهبت؟ أنت رحت إمتى؟ هتكلم عن مع مين؟ يعني هسأل عن مع مين؟ مع مين رحت الرحلة دي؟ وهتكلم عن كيف ذهبت؟ السؤال اللي بعديه، كيف ذهبت؟ يعني إزاي رحت المكان ده؟ وآخر سؤال عايزة أسأله لنفسي وأجاوب عليه هي ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ يبقى أين، متى، مع من، كيف، ماذا؟ أين، متى، مع من، كيف، ماذا؟ طيب نخلي بس الأسئلة دي على جنب كده شوية، عشان في حتة مهمة جدا غير العنوان والمقدمة والأسئلة نخلي بالنا منها. لازم نخلي بالنا من الزمن بتاع الباراجراف، يعني إحنا طالما خلاص قررنا أو اخترنا الموضوع اللي هنكتب عليه، لازم أعرف الزمن اللي هنكتب فيه. يعني الميس قالت لك نكتب باراجراف عن رحلة لسه هتحصل في المستقبل، عن أي مكان، عن الزو، عن أي مكان لسه هتحصل، ولا عن رحلة حصلت وخلصتها في الماضي؟ يبقى أنا المفروض أركز فيه دلوقتي بعد ما كتبت التايتل العنوان وكتبت الانترودكشن المقدمة، هسأل نفسي الأسئلة دي وهجاوب. يعني انا مش هكتب اسئله في الباراجراف، لا هكتب الاجابات بتاعه الاسئله، وهخلي بالي من الزمن، هل هو رحله عملناها ولا رحله لسه هنعملها. اوكي في حد عاوز كلوز يور مايك، كلوز يور كاميرا يا علي. بعد ما خلصنا يا حبايبي ان احنا عملنا التايتل وعملنا المقدمه بتاعتنا اللي هي بتكون بالشكل ده، ولازم أكون عندي مقدمة حافظاها في مخي عشان أكتبها في كل الباراجرافات أو كل المواضيع التعبير اللي عايزة أكتبها عنها، هكتب بقى الجمل الأساسية بتاعتي. طيب الجمل الأساسية بتاعتي في الباراجراف اللي بيكون ليه أحداث، يعني إيه أحداث؟ يعني أنا رحت الأول المكان، بعد كده رحت مثلا مع أصحابي، بعد كده رحت مثلا بالعربية، ده اسمها أحداث، فلازم تمشي بالترتيب. يعني ما ينفعش أقرأ باراجراف أقول إيه؟ أنا يعني تخيلوا كده إن أنتوا بتقروا حد بيقول أنا اتغديت، أنا صحيت الصبح، أنا ركبت المواصلات عشان أروح المكان، أنا رجعت. طب أنت كده بتتوهني ليه؟ الباراجراف اللي بيكون فيه حاجات فيها أحداث لازم تمشي بالترتيب. يعني نقول أول حاجة إحنا رحنا فين؟ رحنا فين؟ هقول أي، إحنا خلاص هنختار زمن الباست، إن إحنا رحنا وخلصنا، يبقى نختار باست. I visited، أنا زرت. I visited Alex، أنا زرت اسكندرية. طب أنا كده عملت إيه؟ أنا كده عملت أول معلومة في جملة واحدة، ودي الحتة اللي بتغلطوا فيها. لما إحنا بنصحح باراجرافات لأولاد بيدوا إيه؟ بيعملوا كمية معلومات في جملة واحدة، يقول أنا رحت اسكندرية مع أصحابي بالباص كل يوم مثلا السنة اللي فاتت. طب أنت ليه تدي كل المعلومات دي في جملة واحدة؟
احنا لما بنيجي نحاسب، او انت لما بتيجي تتحاسب على الباراجراف بتتحاسب على عدد الوردز، يعني عدد الكلمات. يعني لو انت قلت اي فيزيتد اليكس، خلصت الجمله وبعد كده رحت عملتها تاني، عملت واحده تانيه، اي went there، انا رحت هناك، اي went there at my holiday، في الأجازة بتاعتي. أنا رحت هناك at my holiday. كده أنت عملت إيه؟ كده أنت عملت كمية كلمات أكتر ومعلومتين حطيتهم في جملتين منفصلين. أنا زرت اسكندرية وأنا ذهبت هناك في الهوليداي بتاعي، أو at أو on my holiday، الاتنين مش الاتنين صح، at أو on my holiday. يبقى أنا عملت إيه دلوقتي؟ أنا عملت أين؟ كل ده في جملة، في أسئلة أين. طيب تعال نشوف متى. هو الهوليداي دي أو الأجازة دي مش ليها وقت اتعملت فيه؟ هكتب الجملة بقى إن أنا رحت، أو الهوليداي بتاعتي إمتى؟ ماي هوليداي، الأجازة بتاعتي، ماي هوليداي واز لاست ويك، الأسبوع اللي فات. كده أنا عملت إيه؟ كده أنا عملت الجملة التانية وقلت فيها الزمن، اللي هو متى أجازتي كانت الأسبوع اللي فات. طب يا ميس عايز أكتب جملة تانية عن أجازتي، عايز أكتب جملة تانية عن أجازتي، أو عايز أكتب جملة تانية عن الرحلة دي، أقول مثلا الرحلة بتاعتي كانت بالظبط يوم كذا، كانت بالظبط يوم السبت، كانت بالظبط يوم الأحد، براحتك. أنا دلوقتي بعمل إزاي؟ أنا بديك الفكرة إن أنت تكتب عن أين، وبعد كده تكتب عن متى. أين يعني رحت فين، متى يعني رحت إمتى. طيب خلصت الجملتين دول، أدخل بقى على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده اللي عايزاك تسأل نفسك بيه وتجاوب عليه هو مع مين؟ أنت مع مين رحت؟ I went to Alex، أنا رحت الإسكندرية with يعني مع my family، with my family، مع عيلتي، full stop. كده انا عملت ايه؟ كده انا عملت السؤال نمبر 3 اللي هو مع مين؟ رحت مع مين المكان ده؟ طيب الكويشن اللي بعده هو ازاي رحنا؟ كيف ذهبنا؟ هنقول احنا رحنا مثلا بالكار. We traveled by car. We traveled by car. يبقى أنا عملت إيه لغاية دلوقتي؟ عملت أول حاجة التايتل، العنوان، بعد كده عملت الكونجكشن، الانترودكشن اللي هي المقدمة، وبعد كده سألت نفسي بالترتيب ده: أين ذهبت؟ متى ذهبت؟ مع مين ذهبت؟ كيف ذهبت؟ أين؟ متى؟ مع من؟ كيف؟ بعد حبايبي ما اول حاجه عملنا العنوان اللي هو التايتل، وبعد كده انترودكشن اللي هي المقدمه، سالنا نفسنا الاسئله دي اللي هي اين، متى، مع من، وكيف. كل الاسئله دي سالناها. دلوقتي بقى ندخل على الجزء اللي بعده، ان احنا نتكلم عن ماذا، يعني ماذا فعلت، ماذا فعلت في المكان ده. وهنا بقى براحتكم جدا، ان شاء الله حتى تكتبوا، يعني ممكن اقول لك كام 10 سنتنس عملت ايه هناك، براحتك. بس طبعا احنا مش هنكتب سنتنس كتير، هنقول ان احنا اول ما وصلنا رحنا الشاطئ، اتغدينا هناك، زرنا مكتبة اسكندرية، لعبنا على البحر، كل الحاجات دي نقولها في ماذا فعلت. اقول I swam، انا عمت، I swam in the sea. I had lunch، في I هنا في فاضية مكان اهو، I had lunch، I had lunch in a nice restaurant، مطعم جميل. full stop. sentence تانية: I visited the Alexandria library، الكسندريا لايبراري، اللي هي زي الكسندريا لايبراري، مكتبة الاسكندرية، لايبراري، وفول ستوب. كده انا كتبت ايه؟ كده انا كتبت يا حبايبي جمل عن
عملت ايه هناك؟ ماذا فعلت؟ وكده خلصت الجمل بتاعتي اللي هي اين، متى، مع مين، كيف، وماذا. في ماذا هنا براحتنا ممكن نكتب جمل كتير. طيب كده الجزء الاول من الباراجراف بتاعنا خلص. بعد ما كتبنا التايتل العنوان، كتبنا انترودكشن مقدمه، سالنا نفسنا الاسئله دي، بس الكلام ده في انهي باراجراف فيهم؟ في المواضيع اللي بيكون فيها احداث، المواضيع اللي بيكون فيها احداث، يعني حاجات بتحصل تحت بعض او وقت بعض. طيب ايه اللي بنكتبه بعد الاسئله بقى؟ ايه اللي بنكتبه بعد الاسئله؟ اللي بنكتبه بعد الاسئله يا شباب، علشان اعمل بيج تانيه، هو بعض الحقائق عن المكان وعن الرحلة اللي عملتها. فاكرين الجزء اللي كان في الصورة اللي بنقول عليه facts، الجزء اللي بيعبر عن الفاكتس أو الحقائق؟ برضو هنا في الباراجراف اللي بيكون في ما فيش صورة فيه، ممكن نكتب عن الفاكتس. يعني بعد ما خلصنا نكتب كده، بعد ما خلصنا العنوان، بعد ما كتبنا المقدمة ودي بنحفظها، بعد ما عملنا الأسئلة اللي عايزين نتكلم عنها، الأسئلة اللي هي مين الأسئلة؟ اللي هي أين، متى، مع من، كيف، وماذا. دلوقتي دور بقى الحاجات أو الحقائق اللي حصلت، والحقائق دي إن إحنا نتكلم عن حاجات حقيقية. مثلا هنقول أليكس إز، أليكس اللي هي ألكسندريا، إز أ نايس نايس سيتي، مدينة سيتي، نايس سيتي، مدينة رائعة. أي لايك، عن مشاعري بقى، أي لايك ألكسندريا. هتكلم عن الرحلة إن هي كانت ممتعة، it was very fun، كانت ممتعة جدا. I enjoyed، أنا استمتعت، I enjoyed that journey، journey معناها الرحلة. I enjoyed that journey. طبعا مش شرط نكتب أكتر من جملة، احنا ممكن نكتب اتنين بس، ممكن نكتب مثلا البحر كان جميل، أنا استمتعت بالبحر. نكتب sentence عن حاجة اسمها الفاكت أو الحقائق. زي إيه الحقائق؟ زي إن أنا أتكلم عن المكان، عن وصف المكان إن هو جميل، أتكلم عن مشاعري، الحاجات اللي حسيت بيها. ده اللي بنكتبه في الفاكتس في الباراجراف. طيب خلصنا السنتنس بتاعتنا من عنوان ومقدمة وأسئلة وحقائق، ممكن براحتكم تختاروا ان انتوا تكتبوا حاجة اسمها الخاتمة اللي هي الكونكلوجن، او ممكن ما تكتبوش كونكلوجن عادي يعني. طيب لو انا حابة ان انا اكتب خاتمة، الخاتمة اللي هي بنقول عليها الكونكلوجن، I hope، وده بتتحفظ لو انتوا حابين تكتبوها في الباراجراف. أنا كتبت هوب غلط. I hope you like، أنت بتكلم اللي بيقرأ الباراجراف بتاعك. I hope you like my words يعني كلماتي، أو إن أنا أقول له I hope you enjoyed reading، أنا أتمنى إن أنت تكون استمتعت بالقراءة بتاعتي. I like أو I hope you like it، انت حبيته، حبيت الباراجراف بتاعي. وبكده احنا عملنا ايه اخر حاجة؟ عملنا حاجة اسمها الكونكلوجن، او بنقول عليها الخاتمة. الخاتمة ممكن نتكلم برضو ان انا اقول I finished my paragraph، do you like it؟ ممكن كمان نسأل في الباراجراف بتاعنا، هل انت حبيته، اللي انت الانسان او الشخص اللي بيقرأ الباراجراف بتاعك. وبكده احنا اتعلمنا مع بعض ازاي بنكتب باراجراف بطريقة بتكون فيها تسلسل. يعني ايه تسلسل؟ يعني بيكون فيها احداث، نبدأ الاول بالعنوان بتاعنا، بعد كده بالمقدمة، وبعد كده بنسأل نفسنا اين، متى، مع مين، كيف، ماذا، وبنتكلم عن شوية حقائق في الموضوع، زي مثلا الإسكندرية مكان جميل، الحديقة كبيرة، في حيوانات كتير في الحديقة، الأهرامات كانت تحفة، الأهرامات ده رائع جدا، wonderful. نتكلم عن وصف الحاجة أو المشاعر اللي حسينا بيها، وآخر حاجة بنكتب الكونكلوجن أو الخاتمة. طيب هل مثلا إن أنا لو كتبت جمل وما كتبتش مقدمة وخاتمة وأسئلة، دي هتحاسب عليها؟ طيب هنتفق مع بعض اتفاق. في ابتدائي حاجة، يعني في جريد 1 وجريد 2 البرايمري سكول، المدارس الابتدائية، مش بنحاسب على شكل الإيميل، شكل الباراجراف بالشكل ده كدرجات.
بس بنعلمكم الصح من اول بقى اعدادي. المفروض بقى بنتحاسب من اول شكل العنوان، شكل كتابة الجمل، شكل الترتيب المنطقي بتاع الجملة، السبيلينج، الكتابة مكتوبة صح، الجرامر بتاعك، هل في اي حاجة غلط، انت كاتب زمن وزمن تاني ترتيبه غلط، ناسي الاس، كل دي عليها درجات. في ابتدائي شوية بندقق على الحاجات دي عشان نعلمكم، عشان تتعلموا. فالمفروض تتعلموا الصح من دلوقتي ان الباراجراف بيتكتب كده، ما ينفعش جمل تحت بعض، لازم تكون جمل جنب بعض، لازم نسيب في اول سطر مسافة فاضية، لازم يكون في عنوان للباراجراف بتاعي، لازم يكون في احداث متسلسلة في الباراجراف بتاعي. يا رب يكون عجبكم ازاي تكتبوا باراجراف فيه احداث عشان ندخل بقى على بارت 2.